تبنت مجموعة شركات محلية وعالمية افتتاح نادي للحرفيين في العراق لتقديم الخدمات للعاملين في هذا المجال وتطوير مهاراتهم بعد أن باتت الحرف اليدوية مهددة بالانقراض بسبب إهمال الجهات المختصة لها. تقريرنا التالي عن هذا الموضوع لنتابع. برعاية شركات عراقية وعالمية رائدة في مجال الصناعات الإنشائية المختلفة والحرف الأخرى، افتتح نادي أطلس للحرفيين، حيث يعتبر أول نادي يعنى برعاية الحرفيين في العراق. وتسعى الشركات المؤسسة للنادي إلى إنشاء جيل جديد متطور من الشباب الحرفيين للمحافظة على الحرف المتوارثة والتي بدأت تنقرض شيئا فشيئا بسبب إهمال المؤسسات الحكومية. الهدف من افتتاح هذا النادي هو الالمام بجميع الحرفيين اللي بالعراق. اوكي، طبعا تجربتنا ما راح تكون بس على اصحاب المهن السباكين، لا، راح تتكرر ان شاء الله على جميع الحرف المهنيه اللي عندنا بالعراق. هدفنا من هذا الموضوع هو انه ندعم الحرفيين بالمشورات الهندسيه، بالمعوقات اللي تواجههم، ايجاد فرص عمل لهم هاي الطبقه اللي انه تساهم في تطوير هذا البلد. اوكي، وهي طبقه وشريحه كلش مهمه جدا بالعراق. اوكي، ويعني عندنا امور ثانيه بعد اخرى تطبيقيه ان شاء الله نطورها بالمستقبل. يهدف تأسيس النادي إلى تقوية أواصر التواصل مع الحرفيين العراقيين وتوفير فرص تنمية لهم والمساهمة في تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والمهارية عبر برامج تدريبية خاصة. هذا النادي أنشئ لأول مرة بالعراق، قامت بإنشاء شركة مجموعة شركات أطلس، نادي يهتم بالحرفيين، الحرفيين اللي هم يشتغلون بأياديهم، ويعني وسيلة للتواصل معهم مع الشركات العالمية، اكتساب خبرات. الحرف اليوم مغلق بالعراق، لا يطلع لا يشوف، احنا راح نقدر نخليه بهاي المرحلة يطلع ويشوف ويجيب ويا تقنية جديدة يعمل بها بالعراق، نقدر نتواصل بها ويلعن. الحرفيين يعني مساهماتهم معدومة يعني بالنسبة لهذا الشيء، بس عندك يعني مثلا هذا النادي اللي أسسته شركة أطلس شيء كلش راقي يعني بالنسبة للتواصل بين الحرفيين والتجار. إن شاء الله نتمنى لهم الموفقية أكثر وأكثر. هذا ويقدم النادي مجموعة من الخدمات لأعضائه كالمشورة الهندسية والفنية وتقديم البرامج التدريبية والتعليمية وفق أحدث الوسائل العالمية، فضلا عن الاهتمام بالجانب التكافلي والاجتماعي وإيجاد فرص عمل للأعضاء الجدد. من بغداد، فراس الدليمي.